الدولي. للتقرب أكثر من هذا الموضوع قصدنا إحدى الجمعيات المهتمة بحماية طيور الكناري، والمناسبة تنظيمها لمسابقة يتبارى من خلالها أجود الطيور المغردة. هذه مباراة خاصة بطيور الكناري، يعني من أجل استعداد للمشاركة في بطولة المغرب 2001. هنا حاضرين معنا عدة جمعيات اللي حتى حنا كنشاركوا معهم، من جمعيات من مكناس، من أسفي، من الدار البيضاء، جمعيات يعني الحمد لله موجودة، لأن الهدف ديالنا من هذا هو اللقاء والتعارف وتبادل الخبرات، وثم أننا باغيين نكونوا جامعة إن شاء الله من أجل المشاركة في الجامعة الدولية ببلجيكا لطيور الكناري، وخصوصا جوج الأنواع، كاين المالينوا كي كتجي من بلجيكا، وكاين الفلوطة. الفلوطة هذا الاسم هذا هو اسم مغربي. علاش اسم مغربي؟ لأن كنحاولوا باش حتى حنا نكونوا الطائر المغربي. والطائر المغربي باش غادي نكونوه هو اننا دابا كنخدموا بالطيور ديال بلجيكا، وكنحاولوا باش ندمجوا فيهم الحسنيه. الوغ الحسنيه تناخذوا اللب، كيف تيقولوا تناخذوا اللب ديال الكلام ديال المالينوا، وكنضيفوا عليه كلام ديال الحسنيه. علاش كنضيفوا عليه كلام ديال الحسنيه؟ لان الحسنيه او كيف تيقولوا لوروسينيول ماروكان، سي لو ميور في لو موند. علاش؟ لان حتى الاوروبيين كيجيو يسجلوه من جبل زرهون. الطائر المغربي اللي هو المسمى بالفلاوطه خاصو يكون اصل من طائر مزيان، اصل بحال كما قالوا الاخوان من بلجيكا او المانيا، يتوالد عندنا في المغرب، وتنديروا ليه لي كاسيت في الوقت داكشي تاعو بالفصول، والمولوع خاصو يكون عنده خبره ودرايه بهذا الميدان، تيسهر عليه مده 6 شهور الاولى من العمر تاعو. كيدوزو الطيور كيدوزو جوج بجوج ولا ثلاثه بثلاثه، تيكونوا حكام عندنا. كتكون واحد الورقه ديال التنقيط فيها الكلمات، على حسب دابا مازال مع الاسف مازال ما موحداش، على حسب كل مدينه الطير يغرد، والحكام تياخذوا له الكلمات ديالو. كاين الكلمات الصالحه يعني الايجابيه كينقطوها له تتكون بامتياز، وكاين الكلمات اللي غير صالحه اللي ينقصوا له منها من المجموع ديال النقاط. وكاين الكلمات عندنا بحال دابا في مكناس اللي كتقصي كاع الطير. احنا كحكام كنحاولوا نقطوا الطيور ونشوفوا الاداء الايجابي ديال كل طائر والاداء السلبي، ذلك من خلال واحد الجدول ديال التنقيط اللي كنقطوا فيه النقط الايجابيه والنقط السلبيه، وهو كيحتوي في نفس الوقت هذا الجدول على مجموعه ديال المقاطع اللي كيخص الطائر يديها باتقان. والتنقيط ديالنا هو مخوض عن التنقيط اللي كيستعمل في بلجيكا، باعتبار بان الطائر انه جاي من ديك المنطقه ديال المالين. والتنقيط هذا كنخضعوه لواحد المعايير يعني محدده بالضبط، لان كما كيتستعمل تماك في بلجيكا. كاين ثلاثه ديال الرتاب اللي كيتعطاو للطائر، يعني مثلا كاين الطريقه ديال واحد جوج على ثلاثه، وكاينه واحد على ثلاثه، وكاينه صفر على ثلاثه. هاد الطرق باش ان ما كنحاولوش نخليو الهواة يزيدوا يخدموا ويزيدوا يبدعوا في هذا المجال، وفي نفس الوقت ما يمكنش نوصلوا لديك الحد الاقصى ديال النقاط. كنديروا الطائر في واحد المكان اللي شويه مظلم، دومي اوبسكيريتي كتسمى، ان الخرسين اللي كراج كلها كيتكسيتا، هي مشاركه الطيور كلها كتشارك، ان هادو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكون فيهم الطائر، خص يدوز في واحد البلاصه اللي شويه مظلمه، بحيث انا ملي كديه قدام الحكم كيكون شويه واحد شويه ديال الضوء، وخصو يأدي الاداء ديالو، انه كيكون ما خص بحال كتحبسو على الاداء، ملي كيتحط في ديك البلاصه شويه فيها الضوء كيأدي الاداء ديالو. انتهى وقت الكباري، وعلينا معرفة أفضل طائر مغرد
الذي سوف يفوز بالكأس الأولى وكذلك بشهادة استحقاق يحظى بها صاحبه. هواية تربية الطيور ليست مقتصرة على الكبار فقط، الأطفال أيضا من المولعين بهذه الهواية. هذا الفرخ البابا اللي كيعلمني كيفاش نربيه وناكلو ونشربو، وهذا الفرخ كل واحد لونه، كل فرخ عنده الصوت ديالو.